ليلى تيمومي مترشحة على عمادة أحواز نصر الله. برنامج الانتخابي هو كالآتي: وضع حلول للأراضي الدولية، إيجاد حلول للمسالك الفلاحية، تشغيل الشباب وذلك بحثه على بعث مشاريع فلاحية أو مشاركته في المنطقة الصناعية بالقيروان كتوفير حافلات لنقل العملة، العناية بالمرأة وهيكلة هذا القطاع الذي يخصها، ووضعه قار خاطر هي تخدم موسمي، علاش ما نعملولهاش حلول كتربية الأغنام والأبقار، تحسين البنية التحتية للمدارس كترميم القاعات ووضع صور، تحسين المستشفيات وذلك بتوفير طبيب اختصاص ومعدات طبية، المساهمة في إيجاد شهادة ملكية لبعض المواطنين لتسيير العمل نتاعهم والعناية بأراضيهم، تحسين وإنشاء جمعيات تعتني بالطفولة وكبار السن في الجهة، وضع حلول للجمعيات المائية والجمعيات المائية. ثم ناس عطشانة تشكو من هذا المجال. تحسين البنية التحتية للمدارس كبناء سور وتزويده بقاعات إضافية وتجهيزها، التحسين من مستوى المستشفى والمستوصف كتوفير الأجهزة والأدوات الطبية وتوفير طبيب اختصاص، تشريك الشباب والطفولة في دور الثقافة وتنظيم رحلات ترفيهية واستطلاعية لمعرفة بلادهم تونس. أدعو شباب من هذا المكان على مشاركتي في الانتخابات المحلية نظرا لأهميتها، هي اللي مش تنهض باك المنطقة الصغيرة هذيك في المجال التثقيفي والترفيهي والتشغيل. يصوتوا بكثافة ليلى تيمومي عن عمادة الأحواز. والله احنا متفائلين بهالانتخابات المحلية هذية، وإن شاء الله تونس مش تولي خير وتنجح الانتخابات متاعنا ونساهموا في بناء تونس جديدة.